مشاهدينا اهلا بيكم، حلقه جديده ويوم جديد معاكم النهارده في برنامجنا اليومي مصر جميله. النهارده هنبدا حلقتنا بمجموعه من الاخبار، والحقيقه اول خبر معانا عن مؤسسه الاهرام. الرئيس عبد الفتاح السيسي يكتب مقالا للاهرام بمناسبه صدور العدد 50,000. كتب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه مقالا لجريده الاهرام بمناسبه صدور 50,000 للجريده بعنوان تحيه تقدير واعتزاز، وجاء نص المقال كالآتي: بداية أوجه تحية تقدير واعتزاز إلى كل العاملين في مجال الصحافة والإعلام بشكل عام، من صحفيين وإداريين وعمال، وإلى أبناء مؤسسة الأهرام بشكل خاص بمناسبة هذا الحدث المتميز والفريد، حدث إصدار العدد رقم 50,000 من صحيفة الأهرام العريقة والمتميزة التي صمدت في قلب الأحداث ما يقرب من 148 سنة منذ تأسيسها في 27 ديسمبر 1875 حتى الآن. عثرت الأهرام على مدى تاريخها الطويل العديد من الأحداث الكبرى وثورات لتكون ذاكرة مصر والعالم العربي المعاصر، وتعكس بكل دقة ومهنية كل تفاصيل الحياة المصرية على اختلاف ألوانها وتباين فنونها ومذاهبها، وترصد فرص التقارب والتباعد بين محيطها العربي والخارجي، وتسجل كل الأحداث المحلية والإقليمية والدولية في إطار تقاليد مهنية راسخة وموضوعية. تلك التقاليد التي تتطلع إلى استمرارها وتعميقها في إطار الجمهورية الجديدة، جمهورية الحلم والأمل، جمهورية العلم والعمل، الجمهورية القادرة وليس الغاشمة، تلك الجمهورية الباسلة والفريدة والمتميزة التي تقاوم محاولات الإحباط واليأس، وتنشر الأمل والخير والتعمير والرخاء في كل مكان على الخريطة المصرية بلا استثناء، في إطار مفهوم الحياة الكريمة لكل المواطنين، والدولة القوية القادرة على حفظ أمنها القومي والعربي. ده الخبر اللي موجود معنا في بداية الحلقة. معنا خبر كمان من وزير الخارجية بعنوان: نحذر من العواقب الإنسانية والأمنية لممارسات إسرائيل ضد سكان غزة. صرح السفير أحمد أبو زيت المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية بأن سامح شكري وزير الخارجية استقبل اليوم الأحد بمقر الخارجية وزيرة الخارجية والشؤون الأوروبية والتجارة الخارجية والمؤسسات الثقافية الاتحادية البلجيكا، والتي تزور مصر لتشاور وتنسيق بشأن سبل التعامل مع التصعيد العسكري في غزة ومساعي تنسيق الجهود الدولية لاحتواء الأزمة. دي فقرة الأخبار اللي كانت موجودة معانا. خلصت. حابة أقدم الفقرتين الأساسيتين اللي دايما بيكونوا موجودين معانا في حلقاتنا في مصر جميلة. النهاردة هيكون معانا فقرة من المركز القومي لثقافة الطفل، هيكون في اتعمل ملتقى الطفل العربي الثاني واللي تم تخصيصه لأطفال فلسطين في إطار التأكيد على قوة مصر الناعمة، وطبعا دعم للدور الثقافي الريادي لمصر في المنطقة العربية بصفة خاصة والشرق الأوسط بصفة عامة. وشارك كمان في الملتقى 700 طفل من مختلف الدول العربية. هنتكلم أكتر عن تفاصيل الملتقى ومزيد من التفاصيل عن أهم فعالياته والأنشطة كمان اللي بيتم يعني أنها تتعمل في المركز القومي لثقافة الطفل من خلال ضيفنا في الفقرة الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي لثقافة الطفل. كمان الفقرة اللي هنبدأ بقى بيها حلقتنا عن العبقرية الجغرافية لحرب أكتوبر 73. دايما بنتكلم عن حرب أكتوبر وعن الخطط وعن الخطة الخداع الاستراتيجي، لكن نادرا ما نتكلم عن الموقع الجغرافي لحرب أكتوبر، ازاي تم اختياره، ليه اختاروا الساعة 2 بالظبط، ليه اختاروا يوم العاشر من رمضان. تفاصيل كتير عن الموقع الجغرافي وأسبابه هنعرفها أكتر من خلال ضيفنا دكتور أستاذ دكتور مسعد سلامة، مسعد بندور أستاذ الجغرافيا الطبيعية. هنطلع دلوقتي لفاصل ونرجع مرة تانية نقدم فقراتنا في مصر جميلة.
بنرحب بضيف فقرتنا النهارده الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، رئيس الاداره المركزيه للمركز القومي لثقافه الطفل، وهيكلمنا عن الملتقى الثاني للطفل العربي اللي تم تنظيمه في المركز القومي لثقافه الطفل. اهلا بحضرتك معانا. اهلا وسهلا بحضراتكم، وفي الحقيقه سعيد باللقاء لإلقاء الضوء على يوم من الانشطه المهمه جدا اللي بيقيمها المركز القومي لثقافه الطفل، وهو ملتقى الطفل العربي. الملتقى وبنعمل كمان ملتقى الطفل الافريقي. احنا ممكن قبل ما نتكلم عن الملتقى احنا حابين نتعرف اكتر كمان عن المركز نفسه، المركز القومي لثقافه الطفل. يمكن ناس كتير ما عندهاش علم بيه، يعني لسه بتعرف من حضرتك دلوقتي ان هو موجود ليه فرعين في منطقتين مختلفتين في القاهره وفي الجيزه. بيعمل انشطه كتيره، بيهتم جدا بالطفل، يعني عايزين نتعرف عليه اكتر يعني. تمام، طبعا بشكرك. هو المركز القومي لثقافه الطفل من المراكز البحثيه الخاصه بثقافه وفنون الطفل اللي تم انشائها في سنه 1980، يعني هو بقاله دلوقتي 44 سنه، ده عمره، يعني عمره اقدم من اماكن ثقافيه وفنيه كتيره في مصر والعالم العربي. هو تابع للمجلس الاعلى للثقافه، بيعتبر عضو المجلس الاعلى للثقافه بصفته كمركز. المركز موجود في الحديقه الثقافيه بالسيده زينب، وموجود ايضا في مجمع الفنون او مدينه الفنون في الهرم، وبيتحرك من خلال قوافل ثقافيه للاطفال اللي موجودين خارج الاقاليم. دايما بمعنى ايه قوافل ثقافيه؟ حضرتك بتقولي ان كل شهر تقريبا بنتحرك تقريبا؟ اكتر في الحقيقه يعني من حوالي من 4 لـ6 ايام في محافظات مختلفه. يعني احنا يعني على سبيل المثال هذا الشهر اللي هو احنا في اكتوبر رحنا 3 محافظات، 4 حتى، يعني رحنا الاسكندريه والغربيه، ده كانت مره رحله، ورحنا كفر الشيخ لسه جايين منها، وكان رحنا قبل كده كمان في نفس الشهر ده دمياط. ايه اللي بيحصل؟ كل امكانيات المركز بالبلدي كده بنحملها في اتوبيس المركز القومي لثقافه الطفل، وبينطلق هذا الاتوبيس الى محافظه من المحافظات ليقدم كل الانشطه اللي هي اللي موجوده، سواء انشطه ورش فنيه او عروض فنيه موجوده معاه، وايضا بيقدم للاطفال هدايا مختلفه ومتنوعه. بيشترك معنا في هذه القافله وزاره الشباب والرياضه، واحيانا بعض الجهات الاخرى بتبقى تخش معنا داعمه، خاصه المحافظات والهيئه العامه للاصول الثقافه كمان. هو اللي احنا عايزين نوصل له ان احنا نوصل خدمات المركز لكل المحافظات. تمام. مين القائمين اللي بيعملوا البلان او الخطه اللي هنروح دلوقتي ننشرها في اسكندريه او في اي محافظه ثانيه؟ القافله بتضم مين ابرز الشخصيات او ابرز الادوار المهمه اللي لازم هي تكون موجوده في القافله دي علشان تنشر كل الانشطه الخاصه بيها؟ تمام. هو احنا الاول بناخد انتاجنا من الكتب اللي احنا بنطلعه، وبنعمل مجموعه من الورش المختلفة والمتنوعة للأطفال، زي مثلا الرسم بالموسيقى، زي مثلا الإيموجرومي، زي مثلا الرسم، زي مثلا صنع الحاجات الحرف اللي هي زي مثلا الفخار على سبيل المثال، زي مثلا نتحرك لعمايل ورش متنوعة، زي الطفل نفسه يدور الحاجات اللي هي اللي موجودة عنده في البيت أو هو بيستخدمها لأشياء تانية ممكن تبقى سهلة بالنسبة له. برضك بنعلمهم النحت برضك الأطفال وإحنا موجودين هناك، يعني مجموعة من الورش المختلفة زائد عروض فنية مختلفة هو ما بيشوفهاش ممكن في الأقاليم. يعني مثلا بناخد معنا الساحر، مثلا الساحر ده الطفل ممكن يشوفه في التلفزيون إنما في الأقاليم ما بيشوفوش. بناخد معنا مثلا أراجوز، ده برضك مش موجود كتير في الأقاليم. بناخد معنا فرقة كروكي وعرايس ماريونيت مثلا، بناخد معنا كمان أحيانا تخت موسيقى عربية، بناخد معنا أحيانا كمان فرقة بنات وبس. يعني بنعمل يعني إيه برضك بنعمل دي أبرز الأنشطة بشكل عام اللي بتتم في المركز بالإضافة إلى إنك بتقدمي مجموعة برضك إزاي بمعنى كاتب بيعلم الأطفال إزاي يكتبوا مثلا، يكتبوا قصة، يكتبوا مسرحية، عشان عند في مسابقة كبيرة اسمها المبدع الصغير، ده بتبقى من شهر 10 لغاية 3 تحت اشراف حرم لغايه اخر ديسمبر. هي تحت اشراف حرم السيد رئيس الجمهوريه، اسمها جائزه الدوله المبدع الصغير، ولسه الموقع الرسمي للجائزه بيتلقى الطلبات. عندنا ايضا بننشر
المسابقات اللي موجوده في المركز. عندنا ما يقرب من حوالي 24 مسابقه، منها مثلا المخترع الصغير، اصنع كتابك الالكتروني، الطفل الموهوب، نصر اكتوبر الى اخره. الاعمار المستهدفه ايه؟ هي طبعا فيه بنبدا من 4 سنين لغايه 18 سنه، بس لما بنيجي نعمل مجموعه من المسابقات بنقسمها لفئتين عمريتين. أكيد. يعني بنبدا من مثلا 4 5 6 لغايه مثلا أكيد كل 12 فئه مناسب سنة. ليها انشطه معينه. صحيح. وفي من 12 لغايه 18، وعندنا خطه نشر كبيره جدا فيها حوالي ما يقرب من 7 سلاسل. يعني عندنا سلسله للمسرح، سلسله للقصه، سلسله للشعر، سلسله للكوميكس، سلسله اللي هي سلسله المبدع الصغير، الاولاد اللي هم بيكتبوا، الاولاد اللي هم بيرسموا. عندنا مجلد ثقافه الطفل، عندنا سلسله للابحاث، وده جزء مهم جدا من شغل المركز القومي لثقافه الطفل، ان هو بنقدم ابحاث مختلفه ومتنوعه في مختلف الثقافه والفنون والعلوم الانسانيه. يعني طيب عايزين نتكلم يا دكتور يا استاذ محمد عن الملتقى الطفل الثاني، ان هو كمان تم تخصيصه لاطفال فلسطين، بمعنى ايه وايه تفاصيل الملتقى؟ تمام. هو طبعا احنا بنعمل الملتقى ده شهريا، مع كل شهر بنخصصه لاطفال دوله من الدول بالتعاون مع العلاقات الثقافيه الخارجيه. كان الملتقى الاولاني لاطفال السودان، وفي الحقيقه يعني ده شجعنا في الحقيقه ان احنا نكمل على الفكره دي، لان ده بيربط هؤلاء الاطفال اللي جايين من بلاد عربيه شقيقه اخرى موجودين في مصر بمصر في الحقيقه، وبيحسوا وكانهم في بلادهم بالظبط، وان هم مش متغربين، ولا الازمات اللي كانت موجوده او شافوها سواء كانت اقتتال او سواء كانت الى اخره، يعني اللي موجود في البلاد الاخرى، بيحس ان البلد دي بلده ووطنه، هو بلده ووطنه في حقيقه الامر. مصر هي حاضنه لكل العالم العربي واطفال العالم العربي بشكل خاص. يعني أكيد. رئيس عبد الفتاح السيسي لما احنا عندنا 9 مليون ضيف في عين مصر في الحقيقه، يعني والضيف ده مكرم، والمفترض يعني لا هم موجود في خيام، لا هم عايشين معانا، احنا منهم وهم مننا، ومحدش يعرف اذا كان ده مصري ولا سوري ولا فلسطيني ولا سوداني، ولا ممكن الاشكال تدل على البلاد، ولكن التعامل في الاغلب واحد. يعني فاحنا خصصنا الدورة دي لأطفال طبعا فلسطين، نظرا لما يعنيه أطفالنا هناك في الحقيقة. يعني ربنا يرحم كل أطفالنا، احنا مقربين على 3000 طفل شهيد. هؤلاء الأطفال بيدفعوا ثمن غالي ومهم جدا، ولكن ما حدث في فلسطين في الحقيقة رغم حالة الحزن الشديد جدا، اللي احنا بنقول لهم هذه القضية صارت مرة أخرى وأحييت مرة أخرى في قلوب هؤلاء الأطفال في العالم العربي كله لمدة يعني إلى ما شاء الله. كل الأطفال في الحقيقة ماشية دلوقتي معاها علم فلسطين، عارفة النشيد الوطني الفدائي بتاع فلسطين، عارفة بعض الثقافات أو الثقافة الفلسطينية، الملابس، الزي، الإكسسوارات، كل هذه الأشياء مهمة جدا بالنسبة لنا كوزارة ثقافة ومركز قومي لثقافة الطفل، إن احنا نبقى بنقدمها لأطفالنا، لأن ده جزء من الثقافة العربية وخط دفاع لمصر في المقام الأول زي ما هو خط دفاع لفلسطين. وشارك في الحقيقة في اليوم ده مجموعة من الفرق الفلسطينية، يعني شارك فرقة عباد الشمس، ودي فرقة غنى ممتازة جدا. عايزين نشوف فضل. دلوقتي حاجة من الفعاليات اللي تمت في الملتقى الثاني للطفل اللي اتخصص. الفرقة اللي احنا شفناها دلوقتي أستاذ محمد دي فرقة بناته بس. نعم. أوكي. التحضير ازاي تم قبل ما يتعمل الملتقى؟ ان كل الفرق تبقى جاهزه ومجهزين الاغاني الخاصه مثلا بدوله فلسطين، الطابع الفلسطيني والتقاليد بتاعه فلسطين، كل ده تم ازاي قبلها؟ هي دي في الحقيقه واحده من الفرق اللي في المركز القومي لثقافه الطفل في الحقيقه، واللي مع وزير الثقافه الدكتوره نيفين الكيلاني بتدعمها هي ومجموعه الفرق اللي في المركز، وحتى هي لما يحصل في احتفال لهم في فرق في المركز ابعتوا لها يعني، فبنشكرها في الحقيقه. هي طبعا لما اعلنا ان احنا هنعمل يوم للطفل الفلسطيني بدات الفرق اللي موجوده في المركز تستعد. عندنا فرقه كورال سلام بقياده مايسترو وائل عوض، عمل مجموعه، عندنا مجموعه من الاغاني العربيه ومجموعه من الاغاني اللي بتعبر عن المناسبه. فرقه بناته بس عملت اعتقد 4 تابلوهات بردك عن فلسطين. فرقه بنكمل بعض، ودي فرقه لذوي الاحتياجات الخاصه في الحقيقه، قدمت عرض حلو قوي اللي هو
من العروض اللي هي اللي موجوده واللي بتعبر ايضا عن المناسبه. برضك حصلت حاله فرقه عباد الشمس من فلسطين قدمت عرض كويس. كان في فرقه ايضا سودانيه اسمها مسافه قدمت النشيد الوطني السوداني والنشيد الوطني الفلسطيني. ايضا كان في فرقه كمان برضك عبرت عن التراث الثقافي السوداني برضك بيعبر هو ده عن لانه كان الملتقى الاول اتعمل للسودان السودان الملتقى الثاني بقى لفلسطين بس مصر وفلسطين والسودان هم الثلاثه في الحقيقه اشتركوا وقدموا الجنسيات اللي كانت مشاركه في الملتقى الثاني للطفل كانت مصر وكانت فلسطين وكانت السودان وكان في اطفال من دول ثانيه. يعني كان في اطفال من اليمن مثلا وكان في اطفال من المغرب وكان في اطفال من سوريا ولكن الثلاث دول هم اللي قدموا فقرات على خشبه مصر. بالاضافه ان كان في بقى عملنا مسابقه اسمها فلسطين في عيون اطفال مصر. احنا عندنا مسابقه كبيره قوي بقى لها حوالي 34 حلو سنه. حلو اسم المسابقه ده كان هدفها ايه وايه بالظبط اللي بيتم فيها؟ هقول لحضرتك احنا كان عندنا مسابقه كبيره اسمها مصر في عيون اطفال العالم. دي بقى لها 35 سنه او 34 سنه بتقام. فاحنا قلنا احنا نشوف فلسطين في عيون اطفال مصر وعبروا لنا مش عايز اقول لك في يعني 72 ساعه عن مجموعه من اللوحات البديعه جدا. تم اخراج هذه اللوحات وعملنا معرض فيها بها في الحديقه الثقافيه بالسيده زينب وفتحت يعني تم افتتاح هذا المعرض. كان معايا السيده الفاضله من منظمه المراه الفلسطينيه في مصر وايضا كان موجود معانا مجموعه من الفنانين التشكيليين ومجموعه من الفنانين اللي في السودان ومن مصر. يعني كانت ليله عربيه جديره فعلا بالمحبه وحضارها. يعني مش عايز اقول لك ما كانش في موضع لقدم. بالاضافه كمان للورش اللي هي تمت على هامش ده زي اللي هي رسم علم فلسطين زي عمل علم فلسطين والورش الحكي اللي تمت عن فلسطين للأطفال المصريين والسودانيين علشان يبقوا عارفين إيه القضية ويعرفوا إن أفكار كتيرة قوي. هل, نعم. هل كل الأفكار دي من أنشطة من فيديوهات اتعملت من رسومات جميلة كل ده اتعرض على السوشيال ميديا الناس شافته الناس يعني علقت عليه؟ تمام. أنت حضرتك فعلا تاخدين الحتة مهمة جدا وهي إن مهم إن الناس تشوف كل تمام بقى الحاجات دي. آلية تانية موجودة. احنا عندنا صفحة اسمها الصفحة الرسمية للمركز القومي لثقافة الطفل عليها حوالي 100,000 طفل. وعندنا كمان صفحة تانية لإصدارات المركز القومي لثقافة الطفل وعندنا منصة عيننا. ده منصة خبرية وبحثية ومقالات. وعندنا كمان قناة المركز القومي لثقافة الطفل. القناة ديت يعني عاملة ريتشنج ما يقرب أو ما يزيد على 3 مليون ومحققة مشاهدات ما يقرب من حوالي 700,000 مشاهدة وفيها ما يقرب من 1500 فيديو موجودين. كل ده مع بعض الأطفال اللي كانوا حاضرين. وإحنا كل يعني مثلا مع كل فقرة بننزل صورة من الصور اللي هي اللي موجودة أو فيديو من الفيديوهات اللي هي اللي موجودة عندنا. فعاملة حالة من الإيه من التفاعل والأطفال بيشوفوا ده. هنطلع دلوقتي نشوف جزء من نشاط مصر في الملتقى الثاني للطفل واللي عملوا النشاط ده أطفال من ذوي الهمم. أستاذ محمد على هامش فعاليات الملتقى الثاني للطفل اتعمل كمان أوبريت الحلم العربي. نعم. الأوبريت ده احنا كلنا بنحبه واحنا صغيرين كده تأثرنا بيه وكان مشارك فيه عدد كبير جدا من الفنانين. تمام. هي فرقة بنكمل بعض هي فرقة لذوي الاحتياجات فيها دمج ما بين أطفال ذوي احتياجات بإعاقات مختلفة وأطفال طبيعيين يعني. فعملوا في الحقيقة فقرتين فقرة الحلم العربي وفقرة أبويا وصاني اللي هي حضراتكم شفتوها وبتشرف عنه الأستاذة منال منيب. وفي الحقيقة أنا بشكر كل يعني المشرفين على هذه الفرق الرحمن أوسكار بنات وباس مسكر وائل عوض الكورال الأستاذة ولاء الحديقة الثقافية وأشكر كل الناس الأستاذ سحر في الحقيقة يسري اللي هي نسقت ده في العلاقات الثقافية الخارجية مع مجموعة الأطراف المختلفة. ناس كتير في الحقيقة احنا بنشكرهم على ده. إنما كان يوم في الحقيقة يوم هايل جدا. المعرض عملته
المركز بشكل جيد، عبر عن أطفال من مختلف الاتجاهات، عبر عن مواقف مختلفة. الأطفال أعادوا رسمها تاني، يعني من المواقف أو الصور الجميلة والمؤثرة، القط اللي بيطلع يودع الطفل الفلسطيني المتوفي. هذه الحالة يعني الإنسانية البشرية جدا اللي القط بيعملها مع الطفل اللي هو طفل، عبر عنها ورسمها بشكل كويس. يعني كان يوم في الحقيقة يعني جدير بالمحبة، وإن شاء الله إحنا متواصلين في الفترات القادمة مع دولة أخرى من اللي موجودين في مصر، علشان كل أطفال العالم العربي موجودين في مصر يعرفوا أن كل الإمكانيات اللي موجودة متاحة لهم زي الأطفال المصريين بالظبط. أنا بشكر حضرتك جدا، والحقيقة اللي عملتوه شغل هايل مميز جدا طبعا، أنه الأطفال هي اللي تقدموا بالذات يعني، وأن دي أقل حاجة أصلا نقدمها لأطفال فلسطين. شكرا لحضرتك الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي لثقافة الطفل، شرفتنا. شكرا. الله يخليك، شكرا جزيلا. خلصت فقرتنا، هنطلع دلوقتي لفاصل ونرجع مرة تانية نكمل حلقتنا.